الأستاذ خالد بركاوي اختار لها عنوان الاحتفاء بالذكريات الوطنية ودورها في ترسيخ قيم الوطنية. الأستاذ خالد بركاوي هو أستاذ التعليم الابتدائي، فاعل جمعوي نشيط، له مجموعة من المبادرات والأنشطة ذات القيمة المضافة في مجال الحقل التربوي والبيداغوجي بالتحديد. بالموازاة مع ذلك، الأستاذ خالد مهتم بالمواضيع والقضايا المتصلة بتاريخ المغرب وبالمبادئ والقيم الوطنية. لكم الكلمة أستاذ لتقديم مداخلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. يسعدني أن ألتقي اليوم معكم أيها الأحبة الأكارم من داخل فضاء الذاكرة التاريخية لمدينة أوطة الحاج. هذا الصرح الثقافي والفكري والتربوي الذي يقدم خدمات جليلة للساكنة والناشئة من أجل ترسيخ قيم الوطنية والمواطنة وتجدير السلوك المدني في نفوس الأطفال واليافعين والصغار والكبار على حد سواء، سيما أولئك التواقون لخدمة بلدهم والمساهمة الوازنة في رقيه وازدهاره. أشعر بسعادة عارمة للقائكم عبر هذه النافذة الافتراضية من أجل التداول في إحدى أهم القضايا التي تكتسي أهمية خاصة، إنها قضية الوطنية والدور الذي يلعبه الاحتفاء بالذكريات والملاحم الوطنية في إشاعة الروح الوطنية وثقافة المواطنة الإيجابية. نقدم هذه الورقة مساهمة منا في النقاش الدائر حاليا على المستوى الوطني إلى جانب ثلة من المثقفين والباحثين والمهتمين، ارتباطا بالاحتفال بذكرى 2 أكتوبر المجيدة، وهي في واقع الأمر مداخلة تتقاطع وتتكامل في مضمونها مع مداخلات الأساتذة على مستوى فضاء الذاكرة التاريخية الرامية إلى التعريف بهذه الذكرى وبملابساتها وأبعادها. غادي نبسط هذه المداخلة من خلال التركيز على 3 المحاور أساسية. المحور الأول غادي نتناول فيه مفهوم الوطنية. المحور الثاني غادي نخصو للمؤسسات لكي تعين عليها المساهمة في ترسيخ وإشاعة روح الوطنية الصادقة. المحور الثالث والأخير غادي نخصو للحديث عن المناسبات الوطنية والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. إذن بداية غادي نركز على مفهوم الوطنية. في واقع الأمر الوطنية هي الانتماء إلى رقعة جغرافية والإقامة بها. إنها الرابطة التي تجمع الناس الذين يعيشون فوق رقعة جغرافية معينة وفق حدود مرسومة، جوهره التشبث بقيم إيجابية من قبيل التضامن والتكافل والتعاون والإنتاج. تتجلى الوطنية في فكر كل مواطن مغربي في هذا الثالوث المشترك، ألا وهو الله، الوطن، الملك. يزداد منسوب الروح الوطنية العالية بمناسبة تخليد المغاربة قاطبة لذكرى المسيرة الخضراء أو عيد الاستقلال أو توقيع وثيقة الاستقلال أو ذكرى ثورة الملك والشعب وغيرها كثير. يزداد هذا الشعور قوة وبهاء بمناسبة المشاركة المغربية في إحدى التظاهرات الرياضية أو الثقافية أو العلمية أو عند مجرد المس بالوحدة الترابية. الوطنية بهذا المعنى هي حب الوطن، في إشارة إلى المشاعر المتدفقة التي تعتمل بدواخل كل مواطن مغربي له ارتباط بتربة هذا الوطن وتاريخه ورموزه وحضارته وهويته وثقافته. إنه شعور صادق بالفخر والولاء والاعتزاز والانشغال الحقيقي بقضايا الوطن ومشاكله والالتزام بقوانينه واحترام مؤسساته والحفاظ على مصالحه ومصالح أفراده والمساهمة في الأعمال الجماعية وعدم التخلي عنه مهما اشتدت الأزمات واستفحلت. الوطنية هي الانتساب للوطن وحبه والاستعداد الكامل للتضحية من أجل حماية ثرواته وأفراده ومصالحه، سيما
ملي كيشعر كل مواطن أن الوطن ديالو تحدق به العديد من الأخطار أو يتعرض لتهديدات أو تحرشات الأعداء. الوطنية هي الانخراط القوي في مشروع نماء الوطن ورقيه سلوكا وتطبيقا، وليس مجرد خطابات وشعارات رنانة. يمكن أن أذهب أبعد من ذلك ونقول أن مفهوم الوطنية عند المواطن المغربي تجاوزت عندهم حدود الارتباط بالرقعة الجغرافية إلى حدود أكبر، حيث ساهم المغاربة قيادة وشعبا بدعم مادي وبشري تجاه أشقائهم الجزائريين، إلى جانب استجابة الشرفاء لنداء المغفور له محمد الخامس للتجند في صفوف جيوش الحلفاء والذهاب إلى جبهة النورموندي والجبهة الإيطالية لدحر الطغيان الفاشي والنازي، دون أن ننسى مساهمة الوطنيين المغاربة في دعم حركات التحرر الإفريقية. الآن غادي ننتقل إلى المحور الثاني واللي غادي نخصه للحديث عن المؤسسات. من المفيد الإشارة في هذا السياق إلى أن الوطنية يجرنا بداية للحديث عن الحركة الوطنية اللي قدمت تضحية الجسام واسترخصت حياة أبنائها دودا عن حياد الوطن وحماية خيراته ودفاعا عن مصالحه العليا أمام جبروت وغطرسة القوى الاستعمارية الغاشمة. لذا حري بالعديد من المؤسسات الحديث عن هذا الإرث النضالي والأيام الخالدة كمعركة أنوال والهري وبوغافر وذكرى تقديم وثيقة الاستقلال ومعجزة المسيرة الخضراء والكفاح الوطني من أجل نيل الاستقلال. كل ذلك يبرز التضحية والولاء والإخلاص والعطاء والبذل والتفاني ونكران الذات، وهي كلها قيم إيجابية ينبغي أن تشكل الدعامات والركائز الأساسية لمفهوم الوطنية، لأن أجدادنا قدموا الشهداء والسجناء والمعطوبين واليتامى والأرامل من أجل الوطن. إنها الدروس البليغة التي نحتاجها اليوم في زمن العولمة والرقمنة والغزو الثقافي والاستلاب الفكري اللي كتستهدف بالأساس زعزعة الهوية والروح الوطنية والاعتزاز بالانتساب للوطن. من بين المؤسسات لكي تعين عليها تقوم بهذا الواجب نشير للحصر إلى الأسرة والمدرسة والصحافة والإذاعة والتلفزيون والأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني والدور ديال الثقافة والجامعات والمساجد ودور الشباب وغيرها كثير كثير. الكل إذن معني بترسيخ وإشاعة الروح الوطنية الصادقة ودفع كل مواطن للمساهمة في بناء وطنه وإنجاز مشاريعه وتلبية ندائه. إن هذه المؤسسات مطالبة اليوم وغدا بتجدير الشعور الصادق بالانتماء للوطن في نفوس الأطفال والشباب وتنشئ ديالهم على حب المغرب وروح الاعتزاز بالانتساب إليه وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ورموز الأمة والمقدسات ديالها والثوابت من خلال العودة بهم إلى المحطات المضيئة والمشرقة من تاريخ بلدهم وتضحية أبنائه. كما أنها مطالبة اليوم بتحسيس الجميع بأهمية الانخراط الجماعي والمسؤول في الأوراش الكبرى. إن المدرسة هي الأداة الرسمية للتربية والتكوين، أوجدتها المجتمعات لتهيئ الفرد أو الأفراد للتشبع بثقافة الوطن وتاريخه وقيمه وأفكاره واختياراته الكبرى. في هذا السياق نشير إلى ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة بين وزارة التربية الوطنية والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، واللي صدفات احتفاء الشعب المغربي باليوم الوطني للمقاومة وذلك يوم 16 يونيو 2021 بغية تعزيز التعاون والعمل المشترك في نشر وإشاعة المعرفة التاريخية وترسيخ القيم الوطنية والتربية على المواطنة الإيجابية في الصفوف ديال الناشئة والشباب وتنويرهم بأهمية التاريخ الوطني. إن الحديث عن الوطنية لا يستقيم دون إثارة المواطنة التي تعني من جملة ما تعنيه
كل الواجبات الوطنية من الدفاع عن الوطن إلى احترام قوانينه، ولكنها تضمن كذلك الحقوق الشخصية والعامة. فالدولة اليوم مطالبة بالقيام بواجبها تجاه المواطن، وواجبات الدولة هي تأمين وضمان حقوق المواطن. سأعرج بعد ذلك للحديث عن المحور الثالث والأخير، واللي غادي نخصه للتداول في شأن المناسبات الوطنية والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. إن حفظ الذاكرة التاريخية وإشاعة المعرفة التاريخية وتعزيز الانتساب للوطن الأم وترسيخ قيم الوطنية الصادقة وإشاعة روح المواطنة وترسيخ السلوك المدني هي من مهم فضاءات الذاكرة التاريخية التابعة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. من هذا المنطلق يتعين على القيمين على هذه الفضاءات القيام بهذا العمل، وهم في الواقع مشكورون لا يتوانون لحظة واحدة من استثمار المناسبات الوطنية للاضطلاع بهذه المهمة التليدة من خلال التواصل والانفتاح على المؤسسات التعليمية بمختلف تلاوينها، ابتدائية كانت أم ثانوية، إعدادية أم ثانوية تأهيلية وغيرها من المؤسسات. فعملية التواصل والتفاعل كيتم التركيز على كل المحطات المضيئة من المسيرة الخضراء إلى عهد الاستقلال، مرارا بتوقيع وثيقة الاستقلال إلى ثورة الملك والشعب واليوم الوطني للمقاوم ومحطة 2 أكتوبر واستشهاد علان بن عبد الله ومحمد الزقطوني وانطلاق عمليات جيش التحرير بالجنوب واسترجاع إقليم وادي الذهب وغيرها من الذكريات الوطنية والمحلية. بهذه الطريقة تصان صدقية وقدسية الذاكرة الوطنية، وتؤكد بالملموس أن من لا ذاكرة له لا مستقبل له. وهذا يعني أن الغاية المتوخاة من الحفاظ على الذاكرة الوطنية هي توفير شروط المناعة والحصانة والقوة لدى الأجيال الصاعدة لبناء المستقبل بكل ثقة وطمأنينة. إن فضاءات الذاكرة التاريخية واعية كل الوعي بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، لذا كتحرص أشد الحرص على التعريف بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة والفدائية، وتعمل على ترسيخها في أذهان الناشئة والأجيال الحاضرة والصاعدة لتنهض بمسؤوليتها التاريخية، وإعداد الجميع للتسلح بالمؤهلات لتمكنها من التغلب على الإكراهات والتحديات التي تصادفها، وتمكنها من المساهمة في إرساء دعائم مجتمع الحداثة والديمقراطية والمواطنة. كخاتمة أقول في الختام إن المغرب مقبل على تنزيل مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد التي أعدها فريق متنوع الاختصاصات برئاسة الأستاذ شكيب بن موسى. هذا العمل لا ينبغي أن تقتصر أجراءات محتوياتها للأحزاب السياسية والائتلاف الحكومي المقبل، بل هو عمل جماعي وذكاء جماعي يستلزم مشاركة الجميع بروح وطنية عالية، بغية إحداث الطفرة النوعية والتغيير الإيجابي المنشود والمرتقب من قبل الجميع وعلى جميع الأصعدة. إن الوطنية الصادقة تتطلب في هذه المرحلة الدقيقة تعبئة الجميع ومشاركة الجميع بكل نضج ومسؤولية في تنفيذ القرارات وتتبعها وتقويمها من أجل الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين والحد من التفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية. باختصار شديد نقول أن الوقت قد حان ليدرك الجميع أن الوطنية الصادقة ليست شعارات نرددها أو أرقام ومعطيات ندبجها، بل سلوك وممارسة واجتهاد لتنمية البلد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على حسن تتبعكم. شكرا أستاذ خالد على هذه المداخلة القيمة والغنية بالمبادئ والقيم
التي من الواجب أن تتشبع بها أي أمة تطمح لأن تكون أو تطمح لأن يكون لها مستقبل أفضل حتى تفرج نفسها بين باقي الأمم وتكون لها القدرة والكفاءة في مواجهة التحديات وكسب رهانات مستقبل عالم معولم يتغير بسرعة كبيرة. والذكريات والملاحم التاريخية الوطنية ببلادنا زاخرة بهذه القيم والمبادئ، ولا شك في أن هذا الشق بالتحديد يمثل أحد أبرز الدواعي التي تفرض ضمان استمرار تخليد هذه الذكريات وإعطاء ذلك القيمة التي يستحقها. شكرا مرة أخرى الأستاذ الكريم، بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية أشغال هذه الندوة. شكرا للمساهمين، شكرا لكافة المتتبعين، تحياتي للجميع.